ومهسيه هاي مشرح عبد النور الشيخ محمد محمود وحان يريا مشرحة في بداية الدوات ومشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ودين نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أتطور شيخ السلامي وبدون لوضع عقل يتحدث إلى يجد دور شجع ومن يشاء بوقت الجودة ولوضع عقل عليك السلام. سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدشن سنكور أيام برلمان كا ولهن عدل الجيستي كنا أنا من السنين وشي وحير عليهم الحين هذا بقتي سبع مالي مركي أنا من السوي ده كنا عندين وان جوري شن كان سنة بالشرع يعني ده جوري وان كش قينا يو هنا نسكت على تأسيس الدولة دفاع الحقوق المواطن كا ويلنتا أما أهلنا ده كا إذا نبى دومن وعيدينت الجوكاء أصلي بالشرع وأنا قلع لي أرنها دولة ميمدة يدول الوناجة إنتبا وحاسة إذن لحي نسو الدار إبعاد الفرابة نزال لسعوتان وإسو جرى دل لو جيستي سراكيل عيوان إلى لي ذيها دعاية لو سخيري كمانان كنا وقف وأنا إذن جهن عبورين عن طلب إعلاج سحوب له ودلت بليسة يدول ديسة والإيه خساري ودبلوماسيه يحوق دولتها لأيها ذلك سبيل وهيجسي ورئيسان لسعطان لبقي توصنا قولنا عبد الرحمن عبد الشكور بدأ يجيب سبيل انت صدام وحانوها يستعب ان امتحان الاهل والله تجابين هاي انت قول ايجا دلقات كيجا انت قول ايجا السبر كيجا انت قول ايجا الموقف انا كسر لارو انت قول ايجا الكيس بيجا الهكس بيجا انت قول ايجا هاي إنا أنا يبقان أقلما بل كان إذا كان إنه يبقانيا وعن ربا قف كستا أو إب إيه جيستي هدويا مد دعنا أما هدويا مد أفعى أما هدويا مد قلبيا إنت وإنا أسكع فيه إذي كان أنا عفت إني عفت إني جيستي وقال أنا إمرو ويوم سيدا على سعطان بل كان شنتي سنة لصوات عفي دباتوي بلنا يا كداعي سعطان بوساس علاه قد عليه بوس مرهب علاه قد عليه بلوين علاه قد عليه حمر تقال قد عليه جدوى قد عليه بيدوى قد عليه مالك استوى حبيب كنا عاصمة دول جبر الله هي عاصمة الصومال يبا أما عاصمة لها الله بابا دول جبر الله تقال لا يا قد عليه تقال لا في السلك كم هي سياسة ما هذا تقال لا هذا قبيلوين تقاله وهذا تقال له سياسة بأسكو دقالي سيداز درادي دلكن يوحو أباية من حالات الصوص عطا وقال إنو استعيق الكرة دلكاس إنو الدلجيسي كدعبورو السجوية شانتي سنو لسود دافتي وحان إتاق لي وحالكو ديق نوعها ونكو العليمي لمرو البابا دلكن إنو وذكر إسأقل إيا تلاو قدو كيدا لو مذي سيالي تاس أي أنا كنتي برنامج كسياسات وأن صوبان بن الهوريا له إنه أساس إياه الوحل إيراده وذجير وآها نقو وذجيرنا إياه ولتشي تلو ولتشي كل سنة لو أدعس إياه كسقط إرهام إليني برنامج كل هوريا لأساقع ساس دراد إذا وحلان لهاي أن نقو أوفكت مؤهيم رجيم تهاج وقت يسلم علي وحان ديار لهاي إنه قعان أفدين وعدكستا وقلم نوبي زيتي قعان تاسل هدي عدن دورتان وفرصان نوصي سان حلواني لغذين أقل ضد الصومالية كل إردوبين إن كل هذه النبعات هس أيام ديار النهاي والدبوسية دبعة الصومالية كسمينه أيجوا جروسن هدي نجا عن تنازلني أيجن إني تنازلي عن نجا جروسن أيام هالكاس ربنا إن كعب قارن وعارة إن الله وقل والنغلة بدي أن جيري لو كل اللي حتكون كي وقلها شرفت لأن جيري لو أصل العيين صورة كجيت أي صورة الكهف كجيت وكهل ليزي
dal qarnayn iyo wixii dhex maray qoladii toban ismeed oo weydiisatay inuu gacan siiyo oo weliba iyagoo dhahay waxaan ku siinaynaa kharaj adigaan dhaqaalo ku siinaynaa qaaluu waxay dhahay ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lardi fahal najcal laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddaadee dhaqaalo aan ku siino oo kharash aan ku siino annaga iyo qoomka ya'juuj iyo ma'juuj la yidhaahdo teed noo kala dhacdisay ku yidhaahdeen asagana wuxuu ugu jawaabay qaala maa makannii fiihi rabbii khayr faaciinuunii biquwa waxa ilaahay i makaniya iga khayr badane awood igu kaalmay oo dhahay awoodda wax haysta ayagii ahaayeen xataa idaa saawaa bayna sadafayni qaala nfuqu markuu labadiisa uu isku soo dhoweeyey ayagoo yidhi afuufa aatuunii zubar alxadiid oo dhaa markii hore zubarka xadiidka ahaysataan ii keena waxa awooddooda iyo zubarka xadiidka iyo waxa dhan la isticmaalayo ayagay ahaayeen taasoo macnaheedu yahay dalkan soomaaliyeed khayraadaa ku jira bashar awood lahaa jooga soomaali la yidhaahdo oo dowlad la'aan wax kasta ayaga samaystay hadday tahay koronto hadday tahay biyo hadday tahay bangiyo hadday tahay diyaarado hadday tahay wadooyin hadday tahay jaamacado hadday tahay iskoollo dadka ayaa samaystay waxa ay la'yihiin waxaa waaye hoggaankaasoo kaletaa dalqarnayna oo awooddooda ah potentialitygooda uga faa'iideeya oo uga faa'iideeya khayraadka ay haystaan oo uga faa'iideeya dadnimada ay leeyihiin ee soomaaliyeed ayay la'yihiin dadku waxay la'yihiin waa intaas sidaas daraaddeed barnaamijka iyo siyaasadeed wuxuu ku salaysaya shan qodob shantaas qodob waa shanta maalintii dowladda la dhisay ee soomaali cartay isugu timid nuweeshii in la fuliyo laakiin nasiib darro shan maamul oo isbedeshoo kan hadda jooga u dambeeyo shantaas qodobba waxba kama qabani anigana wax aan ballan qaadaya waxay tahay inaan shantaas un xoogga saaro si kooban haddaan ugu hadlana waxa waaye midda koowaad oo ah dhammaystirka dastuurka waa dastuurka ina dhammaystiro maxaa ahmiyad siinaya dastuurka ina dhammaystiro dastuurka ina dhammaystiro waxaa ku jira dibu-heshiin siyaasadeedaa ku dhex jirta dibu-heshiin siyaasadeed haddaa maqashid dastuurkay ku dhex jirtaa see ugu dhex jirtaa waxay ugu dhex jirtaa waxa la ysku hayaa waxay tahay awoodda iyo sida loo isticmaalayo sida loo qaymiyo hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed waa qodob saasoo kale khayraadka dalka ku jira sida loo qaybinayo laftiisa waxa la ysku haystoo ka mid yahay deeqaha dalka soo galaa ama dakhliga soo xarooda sida loo qaybinayo iyo sida loogu qaybsanayo intaba loolanka siyaasadeed ee siyaasadda lagu barantamayo sida xanafta looga ilaalinayo oo mid madaniya looga dhigayo waxaasoo idil waxaa waaye dastuurkay aasaas u yihiin asagay ku jiraan haddaan marka qodobadaas laga hadal dastuurka lagu dhammaystirin ma dhacayso dib-u-heshiin siyaasadeed sida hadda aan sheegay nimboosaas ilaa iyo gada la isku dagaalsan yahay iyo dagaalka u taagnaa doonaa sababtoo ah dagaalkaas waa dagaal siyaasadeed waa inaa ogaanaa maaha dagaal daaqsin iyo dagaal xadeed iyo dagaal beeleed maaha waa dagaal siyaasadeed dastuurkii marka shantii maamul eena soo dhaaftay dastuurkii ma aysan dhammaystirin dastuurku wuxuu u baahan yahay ina dhammaystiro go-aan dhiirashale u baahan yahay wuxuuna u baahan yahay hoggaanka dalka inuu bolitikaal wili wax la yidhaahdo uu hoggaansan ama rabitaan siyaasadeed xaggiisa uu ka yimaado qodobka labaad waa doorasho qof iyo coda doorashada aan maalin kasta qabano oo shantii maamul eena soo dhaaftay qabanayeen waxay ahayd doorasho marna odayga wax soo qorayo marna ergo wax soo dooranayso iyo tii ugu dambaysa dowlad goboleeda ay soo magacaabayeen xildhibaanada aan ku soo dhammaanay oo ayaga dhan musuq iyo gacanka hadal iyo dhibaato ay ka abuurmaysay oo qofku isaga leeyahay xildhibaanka anaa keensanay taasi looga baxo oo awoodda shacabka loogu celiyo waxaan u baahan nahay in doorasho qof iyo cod la qabto shantii maamuul ayaa soo dhaafayna ma aysan qabanin midda saddexaad waa dhismaha ciidan qaran ciidan qaran marka aan leenahay waa ciidan soomaali u dhan tahay goboladeeda iyo qabaa'isheeda u dhan tahay waa ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo dastuurkii sharciga ilaalinaya ma aha keliya dareeskiisa inuu qaxan yahay mushaarna inuu qaato maaha waa ciidan xeryo ciidan ku jiro waayo ee xaafadaha aan ugula nooleyn oo jidadka aan taagnayn ciidankaasaa la yidhaahdaa oo ah ciidan ilaalinaya waajibka qaran ee asaga aan saaran ee madaxda aan weeraraynin mucaaradka aanan jidka u gelaynin kuwa mudaharaada aan xabadaynaynin ciidankaas waa ciidankaas sheegayno oo ciidan qarana ciidan qaran haddaan dhisanane amisonna waa naga maaransiinayaa al-shabaabkane wuu naga celinayaa taas waa qodobka saddexaad midka afraad waxaa waaye ka gungaarista wadahadalka soomaaliya iyo somalilan
شنتي معمول أرنت أسمع إسكو جوجاري إن سومالي سومالي إيه ولا هلان أو مال السعر أو تبشر أي قضاء ولا عليه يوحى إيه دمع سيه وأيكد دمع سيه عيتين كولا هذا الكع لجلاه الله ما يسند عيني وذا هذا الله إسك الشرعة وأنا عن جد لهين وأنا هود ما بنهين وأمالي ستونس عن لهين وأنا قرشين مالو كبل أو مال كل ما لهين وأجد ياش ولا هذا كنا جود هذا يوحى عن لهين أو سومالي دولد فدرالك إيه شيء سكو إيه سيل الله الله يسوى ملا أي سوى دعي متك شراب ومقام كعاصمة دولة بلادي وآه إن مالا سعر مقال سدح من كنو شاهي وميّر كي ومعليك اسم الاحتوية ونسل مقعابي والدخل هي دي عشوكتها أنا اللو قيبيني إن السيركس دهو كمان إني تبكي إيكو إيماني سئي غير مقدشو وآي قنوك شراب شلتاس قضب أو هالبولوه تبقسك الدولة من مدى شلتي معمول إرادافي ما يسر قبني برنامج كي يصيفة فاسن أي أقوة تعالى أين أقوة قرنتهي إنا محقوة قبضهم قلنا يا دلك الأقوة بهاي هاي وقال أتكيسي الدلقار له وقال كرتي أوله إنا وضطه كسي هرجي لأقبالي كرة وقال كرتي أوله إنا وضطه إنت كرأي دول حميلي كرة وقال كرتي أوله إنا وبرلمانك أو كرأي دولاك سيدا أبتهين لوضع قلي برلمانك دستور كان لأنك يدور المدن وح أساسه البرلمان هو برلمانتيريال ما أحد برسنيش يال معه سистем أو مذاح كان ولا هم معه سистем هو سистем برلمانتيريال ساس درادي صفرن تلا أما واحد سياري اللي يال من أحبنا هذا القرن وحيت على البرلمان كحيت على تاس أيام قصر كده جيزة إن البرلمان هو نقد أود وسر جيزة مذاح كاستئتي ما ردلك إسامتي برلمان هو أودته وعقوا أودته إنه بدون ياش البرلمان كسب الدلال إني ما دحدي لش قيني سو رئيس الوزراء ياشا إسكب الدلال إني حكم كتوران هدير الوزراء كرئي دون هذا هدير بدون هذا برلمان كرئي دون هذا إني حلك كتوران ساس عيارة instability أما حسبين درسي أسدد ودلك سؤال جاي وهو بعيا دلك نسان شاقي وقال قاد له وقال أن لقى عبسني لكن لقى هذي سنة بعيا وهو بعيا هاي وقال أن لو قول وذينين لكن احترامه احترام بدك إنك تسبطه أيها الربا إنه كود ربان تماري كود وضيع الله مرة وقال دلقاب له وقال إمرين له وقال توريس له وقال تواضع له تواضع أرقى أمم مسوى تواضع المحوية وإنه هو حلي إذا كامه وقال إياه قلالات كيسا وأقبالي كرو وقرشيه كبحي كرو كبرتي سائية ونقاط الدعف كيسا أما مالاء كل تنع وقرنعي وعيدك عاوسة وهل كرو والله يعني أدوك أنجي لما أنت أدوك يهرمها وأدون ترتكيس أو بطيء ترتكيس أو حوغيستي وبدي هو رسالحي طمدي وعن كل شيء إنه نبص على صعوته جيوبالتكس أما الله من جغرافي سياسي أو خليج كان نوريه معنا سنة مركز دولة الجنوب كمش بلا تقوي قبصتي وبدي برنامان كأودي متك هذا كديها يوحي تعي لولن كجيوبالتكس أدون كمركز نوريه معنا ما تقليج كيريو معها الصراع أما الله بحيه شيناء مريكا كان نوريه معنا أو كان نوريه معنا يوروب من عيو مريكا الشيناء نوريه معنا بريا أفريقيا أما جيسك أفريقيا وقتهم ولك استوحي أسوى مقعابة إرقى قارة شيناء ديتاي مريكا ديتاي يوروبا ديتاي وإيريا أما هو قبل مصلحة وين لغنية هذا المركز جركري سيناء أما رينينو أرينتاس أما هو قان عن جركري أو يمادو أو كلية أه إنه الحلك اللي قلت كليه الله إيماني فهم كاسمه إيمانه وحي أبها أنت أسألتك أيضاها إنها كدب كوراني وحان أبها أنها أدوك هذا وحايرانها أقاليسي سوك في الناتيك أبعي وحايرانها إسا أهمية لسيناها ودمي صومالي وقالت أهل إيراني إسا حكا أقالها ملك الإلهي هذا اللي إلي مركة وقال لجان قاضي كرا أدوك هذا العصر ووحن إيرانان كلارت أوفيشالي وقال أرتكوليت جريكي لإشيو دل وأنا فورمولا دريكي الانستوشي قد المقراتيس قاعد أو يكون حرمتها الدين عفيتي إلحي لمدها هذه أهل الهيرين دلك أنها لسا أي كجرة سيدة أزدراج جدا محاقبها أنها إن آن أرنتها سعيدة أه أن قمتك إسرابي منه وأن سمينه دلال فرابة على سمينه ماشي أقود دم بيس أقود وربحها يوحيتها وحان أبها أنها إن دور الشري صوابعه وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
يدمير كودا لبنا صلوان كجرا ظروفتي أقصها بعدي يدمير كان أكو عذيب يصير لبنا صلوان هذا كجرا هدي قف أبالك مليا أبالك قرن كاتوي أنجا إن حد لبنا ده صوم مجاعي أو ده صوم مجاعين أو إذا ترتب كوي ماني أو إذا ترتب معي هذا جابك بطل حد لبنا يصوم مجاعين أيام أقولاني إنها ترتب بس إلى أقولاتي وين وحن أقولاني إنه حيت هاي دنت صوم ماني على أساس كذي كان جروسني سلاس درادة دمير كينا هي ظروف كينا عرجينا إن دمير كينا كعوب بطل ظروف تعكس صوب عليهم أو ذلك على وجه لسان وكان داعلا أو دقال أو جرتان أو ما سنتين.